اي نظام خوينا. ايش في؟ ايش في؟ نظام ردان؟ لا والله ما هنيك، ما هنيك مره، ما هنيك دم تضيع. انا احب السوز جيم بس اضيع، ما اعرف وين البنفاير وين اروح. انا عندي كاي، عندي طريقه كده زي اللي امشط الماب، فاهم؟ حتى في الدرينج نفس الفكره، ومرات يكون فيهم الديفلوبر يكونوا حاطين لك حاجات زي اللي تدلك شويه كلام من هنا، شيء من هنا، حاجه تنور بالزياده، فاهم؟ فانا كده هذا شيء متعود عليه من زمان، من العاب اللي كنت العبها انا زمان ما كان فيها اسلوب الشرح. يعني ووركرافت لو تشوفها اكبر من اي لعبه سوز 200 مليون مره، وزمان قبل ما يحطوا دحين الماركرز والحاجات اللي يحطوها كان حرفيا لازم يعني تقرا كلمه وتروح تدور، يقول لك عند الجبل اللي وراه شجره، فاهم؟ وانت يلا دور لي على الجبل اللي وراه شجره. انا المفروض ما اتقاتل مع شيء وامشي على طول وكذا، بس حجرب. اتوقع الطريق من هنا، يعني شايف زي دحين جالس اطلع فوق على سيره الاستكشاف وما الاستكشاف، عشان الطريق جالس يودي لفوق، تحس انه حيكون في شيء فوق. بس شوف رجعني هنا متاهه، مع اني شفت كهف كان واضح وصريح، بس احس في ايتمات. لارس ايتمات نايس، وشوف هنا في ايتمات كثيره. انا ابغى الشيء اللي في الجثه فقط، شكرا. ما شفت ايش اخذت، كاني اخذت ستاف سحري ولا شيء زي كذا، بس هذا اللي يخليني استكشف ودور، فاهم؟ زي كذا انت تمشي مع الكلوز، طريق طالع فوق، يا حيكون في ايتم سري يا حيكون الطريق من هناك اساسا. زي دحين شوف انا ما جيت من هنا، بس في طريق يطلع فوق، شايف؟ غير الطريق اللي انا جيت منه، غير الطريق اللي تحت، فحمشي منه اول بما اني هنا فوق. وبس هي اللي ضيع في السولز اكثر انك تموت، تموت وتحاول ترجع المكان اللي انت كنت فيه. فشايف لقينا كوبري، في الاغلب الطريق حيكون من هنا. انا حكمل احاول الاقي بونفاير اللي هي زي ذي. شايف كيف؟ تزبط، ما ادري كيف. يعني بتزبط معايا انا. نيو صدقني لو كنت قادر اسوي السلسله حق تختيم سكر وهذه كان سويتها من اول. ماني ملاقي لكم طريقه سهله، يعني الصد مره مره ماني ملاقي طريقه كده اشرح لكم هو باسلوب اللي يكون كويس، فجالس لسه افكر واحسبه. طلع هنا ما في شيء، يعني كنت حاجه هنا على الفاضي، بس ليش لا؟ اتوقع حيكون في ميني بوس هنا بشكل من الاشكال كذا، او ابس واتشر. مره كثير من ابس واتشر، ولا هنا في القصه ان هم لابس واتشرز ميتين، ما اعرف ايش المود قصته. احس مكان ينفع للدوده ديك، تعرفوها؟ ليش نمشي عادي؟ ختم لحالك. لا هم يبوا سلسله شرح يا اياتسوجي، فاهم؟ دحين عاد ما عندنا بري، اتوقع حيكون اصعب من اللي قبله. راين بلاد هاتي اوف ذا اندد ليجن. شو اسمهم؟ ابس واتشر بس ثلجي. ما يبلع باك طول ما دام واحد بس. اصبر اصبر اصبر، خليني اكمل كلامي. الله يرضى عليك. طول ما دام واحد بس ان شاء الله مقدور عليه. اتوقع فيس 2 حيفجر وجهي. نقوم ار 2 هنا، ار 2 تطبعه في الارض، مره جميل. اوكي هو عنده ضربه تطبعني في الارض كمان. بس الباري حيسهل نص الفايتات اللي في المود. ما ادري ليه توقعت انه ممكن تضربني من بعيد. استنى دقيقة بشوف لو عندي ضربة تستنه زي كذا. الرننج اتاك برضه، بس هو اسرع مني، مو فكرة. والله حتى الشوتة تضرب. الشوتات نفس حق اللي في سكر النينجا. ابى اشوف فيس 2 لو يمكن. مرات فيس 2 يكون اسهل من فيس الاساسي. ضربت استمنا، تصيح تصيح في الزاويه الاستمنا. لسه ما في فيس 2. والله شاتني لينقل بس. الو فيس 2 ولا نظام اقتله. ايوه ايه خلاص منطقي. ايش حصل؟ ضربته ضربة، ضربته 41 بعدين نقص 300. بس
نسيت افك الريكورد. ايه خلاص الحين احنا كويسين، الحين بدا الجهاز يسخن. متخيلين معرقين اليد؟ لو ما فصلت كان قيدنا خلصنا المنطقة. في الدنيا كذا حظوظ. ها بالله انت ولا احد ضارب معك. ليش بغيرين مكان الدرج؟ تبدأ بكلمة تخيل. ها بفاول على نفسي يعني، استحضر الطاقة السلبية، استحضر طاقة تسخين البي سي. أنا أقول مو لازم نتقاتل معهم، إحنا نطلع مكان الدرج صح وأنا اللي ناسي. الله شيش، ضروري بونفاير. مستحيل أتقاتل مع ذولا كلهم يا عمي، حاطط لي وحوش في كل زاوية. والله مرة كثير يا أخي. من المنطقة تبدأ تختلف شوية، من دارك سولز 2 صارت شيء ثاني. أتقاتل معهم ما أتقاتل معهم؟ أنا أقول ما أتقاتل معهم، مرة كثيرين. وفي اللي انفجروا هذولا كمان، والعمالقة هنا اثنين. نفس القدر حق دارك سولز 2. أبا أخذ اللوت، ليتني ما أخذت اللوت. آه توقعت إنه حيكون شيء كويس. كان فتحت بومفاير وبعدين رجعت، غبي أنا. إيش جاي تحرق أنت ولا إيش؟ أقتلك. لا ايش فيه؟ ايش فيه؟ ليه؟ ها؟ لا ما قتلت النينجا. ايش دب انا ولا ايش؟ احنا ليش ما عديت السلاح؟ ما خلاني اعدي؟ يبر السلاح. متخيلين انه السلاح ما خلاني اعدي؟ هذه بونفاير؟ ايوه. هذه روزاريا صح؟ يا روزاريا يا بوس، شكلها روزاريا مرة مرة، شكلها روزاريا. في عندها زي الأساسن ولا لا؟ هذول الوحوش العادية السبتم الأساسن، هذوك اللي جننوا عليك اللي في الدرينج، كأنهم هم لابسين ملابسهم. مرة شكلك روزاريا. إيش أنت، واحد متربع ولا راجل ولا إيش؟ ألو رنالة. ألو إيش بك كذا أختي؟ هاتي هاتي هاتي، ما أعرف شو هذا اللي باخده منك بس هاتي، ما حقول لا. عارفين رنالة أكلمها كذا صح؟ انتي من نينجا رايز أوف رونن ما حلعبها، بالأغلب ما حلعبها أول ما تنزل يعني. إيش في هنا وحوش؟ آه هذولا حقين البينتد وورد. إيش بتستدعي أنت؟ ما يضرب. لا أحس في ختلة، ما راح أحس في ختلة. 200 ريال ملابسهم. كرسي هذا جيد، بدنا أقعد. متخايس، مفروض خليني أقدر أقعد، بسوي كرسي جيد خليني أقعد عليه، ليش لا يعني؟ عجيب. أي بس أنا ما بصراحة ماني شوف الاستوديو حق، أنا بالنسبة لي شخصيا كده الاستوديو حق وولونج وحق نيو كده مخيب للأمال في حاجات كثير مرة، فباخذ حذري لما اشتري لعبه من عندهم فاهم يعني. وولونج حلوه بس كم كميه القتالات الحلوه اللي فيها؟ وين وين وين؟ الو الو الو، لا 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 لا. جايبهم ولا بطالع شكلهم وجع. كري هذا من بلاد بورن الجلاد، هذا كأنه من بلاد بورن بس ما هم من بلاد بورن. انحشر هنا الحين. ايش التور المحروق ذا؟ خلاص خلاص خلاص، ليف مي الون، مرة ليف مي الون. جي 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 جي. الله مدري وين دخلت عيال. الله حس اني دخلت مكان مفروض ما ادخله. هذاك ريث؟ اذا ريث ما حد ضارب معه. ايه ما حد ضارب، لا ما ينزل سولز حتى. واو واو. والله تسألوني كيف دخلت هنا. بومفاير شيء هنا إيستس نقتله أو نطيحه. آها والله كنت حفتح بدون ما هذا. يلا ربي ستر.
كويس انه طويل تعدي من بين رجوله. لايتنينج ميس. حس بيجوا تاني اصدقائنا المنفجرين. في بونفاير هنا لطيفة جدا جدا. وصلنا البوس الظاهر. اتوقع هنا بوس. يلا ليش لا؟ هذا شفته في التريلر. هذا عنده ضربات البومة. Disgraced Knight. ضربات البومة من سكرة. ما خلاني اشحن. لك كم وجه. شكله هيتلس. ما اقدر اهيل. شوت شوت شوت. انا عارف انك بتشوت والله. حسيت هي الضربة الوحيدة اللي كانت حتقتلني. عشان تستن ما بسوي باري مرتين. خلاص مرة مزعج. مزعج الباري حقه مو زي الثانية. اللي لسه يرمي علي دائما البداية شوف وينقز. فممكن هنا انا اشحن له الارتو. ما خلاني. معلومة. والله اللي قلتكم مرة استانس موضوع السلاح حقي. ممكن يطلع الرننج اتاك هو اللي يضربه. ابى احك خشمي طيب ممكن. قفل لي الهيل. شوفي صد. صد الحيوان. ابعد عنه خليه ينقز علينا. الافكت حق القنبلة بايروح. حسون شكرا على الفولو. الله شكله مطول. هل اضربه من بعيد بالسلاح حقي؟ اهو. شوف ما سوى شيء ليش شربت. هذا عنده كويس. دحين يضرب ثاني. هنا اقدر اضربه اتوقع. قفل لي الهيل. الرننج اتاك حقي كويس. هذا فستوه. بدري. والله مرة بدري. محمد شكرا على الفولو. والله مرة بدري على فستو. خليني بعيد عنه بس كذا لو اقدر اشرب. يا سلام. بس قرر يجي. انقز. ار 1. بيشوت. ايوه طبيعي. ينفع اشرب؟ نفع اشرب. غباء والله. الضربة اللي ورا الصدى مرة غش. مرة مرة غش. القم. قفل لي الهيل صح بس ان شاء الله مقدور عليه. حبة حبة. الشاتة ذي غش كمان. قتلني. طيب فهمت. يب يب. قلت نفس الكلام. والله منور يا مرندو. منور في عالم السولز. في عالم من ارقام. هي. شوت 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 ألف أح. والله مسكين. أنا آسف. أنا آسف. آسف لو ضربت مشاعرك. نبات تاني سويها تاني. أح. يبدو أني تورت. الله شفت نفسي بعد الألف. أقدر أضربه ألف وألف وألف ويموت. أتوقع أقدر أستنه. ما أتوقع صراحة. طيب تمام تمام. عندي فرصة اني اضرب ارتو مشحونة لما ينقز. هذا اول شيء. علينا وعليك ان شاء الله فيصل فريم ويلكم. مو مخليني اسوي شيء حرفيا. ولا شيء ولا شيء. يلا يلا بس قلع. يلا كيش يرمي فلاسكات ويرمي هم. شوت 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 تاني. ايديوتا. فوق فوق فيستو. شوف شوف الغبي. ايش الشوت ذي ايش نظامه؟ هلا هلا. انا بختفي. انا مو هنا. لعلي غلط بالاختفاء. والله لكمته تلكيم. اي اي 50 ضربه ما شاء الله. كثر. احب انضرب انا طول عمري احب انضرب. اتوقع عنده النقزة اللي تخليني اشحن له ارتو.
الله قهر لو مت. حس اقدر عليه. والله ما اعرف سوى. خلاص ما صار يسوي النقزة. اوف اوف دقيقة يا فيصل، انا عارف انت كتبت كلام بس مش قادر ارد عليك والله. والله اني جالس لسه عيال. خليني بعيد وخلاص اموري زينة ان شاء الله. ها النقزة. زاد عليها ضربتين. صدقوا احس ممكن استغل الدرج ذا هنا. نهيل على الاقل. قهار كنت قادر. الله اختناق ابدي. وبفكر استغل الدرج. الدرج ذا لو يساعدني حيكون مره جميل صراحه. كذا كذا ينقز. حلو ارتو من بدري. بوم. كويس النشات. استغل الدرج في اني احشر هنا بس الاغلب هو اللي حيحشرني للاسف يعني. شايفين؟ ولو اشحن الارتو. اخس اخس. خربان خربان الدرج خربان. ياه. فك فيستو. والله بدري. حلو ارتو يا رب تزبط. يا اخي احب الجبنه يا اخي. الجبنه شيء جميل جدا. هذا فيستو كذا يفكه. يب. انا ما في. انت روح بعيد. لا سوجي. انحشرت. انا انحشرت. انت بحشره وحشرني. الله كثر منا دي. يبغالي احشر زي اول. شوفوا مره لقيت جبنه مره جميله. هي جميله بس بنضرب برضو لسه. ايش تحسوا الطريقه المناسبه اني اراوغ فيها؟ ابا هيل. الله ضربني كل انواع الضرب الابدي بعد ما فكيت الامبر كمان. ايوان. خلاص 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 لا تسوي لي حركات كثير. طيب ما يحتاج افك الامبر. انا اليوم ماني مقفل لين اخلص المود. هي هي انضربت. اشوتني الحين يعني ما زبطناها من البدايه كذا. انا دائما اقول لكم تريات الخبيصه هي اللي تزبط. والله شكله هيتلس يا عيال. بس جاي تشوتني جاي تشوتني. اعلق يلا. تفضل. مو زابطة الشوتة ما اعرف ايش فيه. يا ربي ما ادري الضربة ما هي زابطة ما ادري ايش اللي ما هو زابط بالضبط بس في شيء مو زابط. اللي هو كده براحته. خلص التحول وانا لسه ما سويت شيء هنا. ما اعرف شيء ورا هنا. ممكن يقدر يقعد هو فوق كذا وانا اضربه. دعسني. ولما يكون موجود اقدر اضرب. بس مو دائما والله. لازم اكون وراه. شايفين؟ زي كذا. الى ان يموت. هلو ارتو هنا. وقت التحول اقدر اضربه. الله معك. ما اعرف ايش سوى. القوه القوه. هنا يصير اقوى الحين.
اتمنى ما يجيني الحين. بس باقي له ضربه. صدها وجع. ينفع هيل؟ اسمح لي. لا والله قال لي لا مره للابد. والله اسمح لي هيل، الله يرضى عليك. بوم ايزي. يا ربي قرني. بالله بالله توقعت اني اقتله، والله حسيت اني حموت. نسيت انه عندي الضربه وافتكرتها، قلت خلاص جي جي. ايش في هنا؟ في دخان. الديمو خلص هنا. هي 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 اقوى بطاطس في المجره، اقوى جبنه في المجره حرفين. وعليكم السلام، صباح النور، ويلكم فهد. معلش طولنا السالفه على الفاضي. في جيب الترا جريت سورد وخلاص، يعني دارك تلعب سترينث تلعب نجو اول اوت. ليش العذاب اللي انت فيه ذا؟ ايش صار عليه؟ عبيده من زمان مات يا طارق. من زمان عبيده رفعناه ايزي. شوتته اقوى. مستر نينجا كالعاده. بس حلوا الار 2 اشوف كم تضربه. والله تضرب بس برضه مو ذاك الضرب. مو 1000 زي الثاني. الرنج اتاك لطيف ضده. هي المشكله كلها في فيستو ترى. افتكر بعد الشوته في مساحه اني اضربه. لسه يضرب الواد. اوه والله مره يضرب. هنا اضربه. الرن اتاك حقي مره مو كويس هنا بالسلاح ذا. هذه 4 ضربات. هنا اشرب بعدها او معاها. احاول يضربني هنا حختفي. خلاص خلاص 200 مليون ضربه. يوصل؟ ما يوصل. لا تصد يا اخي. يا الله ما في درج هنا. نبى درج. ممكن اراوغ زي اول، اول لما كنت قاتله كان وضعي كويس. ممكن اشحن له الار 2 هنا وهو بيتحول يعني. والله سريع. علق. مستحيل اكمل اي كومبو ضده. هيل ولا ايش؟ ولا فك بسرعه الفيس. ملك الدمى؟ لا لا لا، هذا النينجا اللي في سكره. يب 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 يب. النينجا اللابس بنفسجي. ما حايل بس ححاول اضربه وخلاص. اوه تستن ثاني. الله. راح تقعد له شويه ذي حقتلني فيها. لا عن شكله شر. ايش فيه؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ هلا نور. يا الله. انا عارف. انا 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 في سلام داخلي. انا في سلام داخلي. لا لا ما انا متخيله. فتحت بث، قلت لك هفتح بث. هذه واحد. هذا اثنين. هو بس يضبط الفري هنا خلاص يجي. وتراوغ طبعا بعد ما يسوي الحركات دي كلها. اراوغت بزيادة انا. غبي مرة، عدمت الكاميرا حقتي. مساء النور، ويلكم اي كيو دي. ويلكم ويلكم، صباح الخير. مساء الخير، صباح الخير، احنا صباح الخير احنا، مرة فجر. بهيل. مرة بتأخر انا. بهيل دقيقة. ذير وي جو، المفروض يموت الحين. أو يبقى له شوية من دمه. حتهور واشحن.
هيل. انا ايش مسوي انا في دمي؟ لكمني لكمني. موت موت. اه ان شاء الله ان شاء الله بحاول. اي كيل يو. بطل تشوت. طيب الفري حقي يضحك والله. الفري حقي مره يضحك. بس هذا تراي مخبوص. انا اقول لكم ترايات المخبوصه هي دائما تزبط. استنى بفك هذا. انا ما في. يا رب البري 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 يرحمني. يقر فراق. بام. ألنت. نقول لكم والله أحسه حيموت موتة مرة هبلة. اللي تقهر من كثر ما هي هبلة. صوت الرعد جميل. أنا هنا ماني فاهمه كيف صار يحشرني كذا. أول ما كان يحشرني كذا. يلا بس. يلا بس. خلي دمي يرجع لوحده. معايل اضرب ارتو هنا. ايه المشكلة لما يقرر يسوي كومبات ورا بعض فين يعمل لي كاونتر ابدي. انا ما اقدر اضربه بيد واحدة اللي بتسألوني عشان سلاحي ما اقدر اشيله بيد واحدة. كذا ما بضرب بيد واحدة. ربي ستر ربي ستر. اوه ماي جاد. تعال تعال. تأخرت. آه يا ربي تأخرت في الفريق. القم. هذا فستو. فستو طيب جدا كمان. وشربنا كمان يا سلام. يعني نجي وراه. كريه الضربة والله مرة كريه. كل شيء كريه. واحد اثنين. أحاول نقتله كذا وخلاص. ستة. نحن يختفي يسوي لي حركة الاختفاء صح؟ اي هو لازم يسويها. ما اجي اقتله اختفي. طيب لازم يقتلني. الحمد لله. هذا هو. جود مورنينج. هو هو قال لي مصطفى. يا قرني روقت صح. يا ربي ايوه صايم الحين. اسمه فلين. هذا خاتم حقه ريكاردو فارس. حيقول لي يسوي اسلحة بوسات. لا تقول لي. لا لا عادي اشتري. فينيكس تو بي جرانتد اودينس فلان منتور. مين المنتور هذا؟ هذا سيكريت. هذا عنده اللي يقوي الكاونتر وبليد اوف ذا كيبر سلاحه 10000 ريال. طيب ابا 10000 ريال الحين انا من فين لي؟ اهو هنا. دعس وجهه وحطه هنا. يا الله مسكين. سول طيب شيء. سولز حقتي فيها شيء. جيب الهورن. يقول لك ساوند ذا هورن ان ذا فيو اوف فينيكس تاور تو بي جرانتد اودينس اوف فلان منتور. كان في مكان تحسه ان كان يمديني اطلع منه. هذاك الفينيكس تاور احسه صح؟ نجرب. ما في. اتوقع مكان اوقف عليه. خليه برا. نسوي باا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 ا
كفاية. بصير أقدر أمسك السلاح بيد واحدة عشان أسوي باري براحتي. الحين أنا حجلس هذا أسوي قوط 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 بيه كذا. هو ذا الفينكس تاور صح؟ هذا مفروض يحددوا المكان أكثر يعني. بصراحة أتوقع بيفك لي فايت مع بوس. دقيقة ممكن من هنا. كويس كله تمام. أيوة كله تمام كاميكازي. إيش حسابي في تويتش نفسه يا محمد؟ بس لي ليزي بوتيتو. أيوة شوفوا من هنا. ها يا أخي والله أنا أقول لكم دماغي هذا. يلا إيش لازم من هنا؟ قل لك في الورم. أين الرجال؟ أروح وأجي؟ ما زبطت. ولا المنتو الرسبة إنه ليش السالفة؟ ولا أجي أوقف في الطرف مرة كذا؟ أنتوا شايفين النار اللي أنا شايفها ولا لأ؟ أوكي أوكي. البوس رسبا في البونفاير الاولى مكان الريث اللي قتلته اول ما اعطاني سولز. الله شكلي حترفع عيال. حتقاتل مع الشمس. الو ياه لا خلاص ما بلعب. أسوأ واحد ممكن تجيب له هو حرفيا. بالله ما أعرف يجيب غير الغبي ذا. غبي يا غلط الضربة اللي سويتها. فنات الأبدية طبعا. فستو فستو استن. طيب هذا فستو. اي نظام خوينا. ايش في ايش في نظام ردان؟ لا والله ما هنيك ما هنيك مره ما هنيك. الله لا يعيده مقتال. الله حضرب مدامي قادر. تقول لي حي اللي سيختفي كل شوية كذا كانسر. اتوقع اجلس اجري بس. والله يسر. والله النار تضرب. بوم فجر وجهي. سلاحي بطيء ماني قادر ألمسه حتى. أول عصفورة فجع عنده الشوتة. صدق أفكر لو في فزعة عجيبة. إيش هذي؟ فاير جاينت. شكله كأنه حق الفاير جاينت. الله ما هنيك ما هنيك ما هنيك. ما ادري كيف ما بموت. شو الاصوات مفجره من كثر ما هذا. ادخل بسات انا مرتاح الحمد لله. وعليكم السلام تايجر. ارمي علي نار صح؟ يب ريه احتاج وقت بس. لا لا عادي ايزي ترى. بس في الليل خلوه في الليل خلاص. ولازم سلاح خفيف ولازم بس يكون هو موهبل كذا. هو حيراوغ حيراوغ نفس الويندو. بالعكس سلاح ثقيل ممكن يسهله. فمشكلة عندي في الاستامينا والوزن والحاجات دي. بويز انا بروح انام لي شوية قبل الشغل. هذا صديقنا هنا. انا كنت وانا جالس سوي اليوتيوب اديت له كم تراي بس عشان افهم سالفته. وبرضه مو ضابط معانا.
هي الفكرة الواحد يهرب وخلاص، بس فهمت انه لما يجي الولف يجلس هم يتناوبوا علي، مو الاثنين يضربوني في نفس الوقت، فاهمين؟ ضربت مت شبه تقريبا مت. انا اقول لسه مقدور عليه، ممكن نقدر نستنى. اشوف افضل اني ما اعمل له لوكون، تصدقوا ماني قادر اضرب عشان كذا باللوكون. الله ترايكك. فك الثاني. يلا جيجي مو مشكلة، تعتمد علي بالشرح ان شاء الله. وعليكم السلام انس، سلاح قدرك ولا يتيالك؟ ايش هو سلاحه؟ هو لا سلاحه بسواتشر. ولا سلاحي انا، لا سلاحي القلم كذا، وحش اسمه القلم. هاي هاي يا بري يضرب. الميزة دائما في الزوي هندر الرينج حقه، فاقدر اضرب زي كذا وانه يستن كمان، بس دمجه اقل شوية من السلاح الثاني، بس برضو الرينج معوض مرة حاجات كثير. شايفين بضربه اكثر الحين. طبعته في الارض مسكين. هاي اقلها لو نقدر نضرب الولف اطول القتال وخلاص. ضربتين هنا، اتوقع الولف جاء دوره قريب. بعد عنه اضربه هنا ضربتين حتى. خلاص بعد عنه. لا 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 قطط عني. خلاص دور الولف. اوكي الولف ينضرب. نشرب هنا. والله مرة يضرب الواد. عضني. ابا هيل الحين. الحين. ايوه قادر اضرب الحين، المشكلة كانت من السلاح يا بري. بس ينقص كثير مرة. الدور الثاني. كريه ضربات ليدي باترفلاي. شوية شوية مو مشكلة. نطول بالنا معاه. بعد انه ضربة ضربة. الولف ما حيضرب طول ما دام وانا محترم نفسي. حول حول ولا لا حول الا ابشرب هنا تاني. اضرب ضربه. ضربه تاني. راوغ كويس انه داش واحد بس. ضربه ضربه ضربه. استنى نايس لطيف جدا. الله اوف بالضربه. فقد الحين دور خوينا الثاني. بس عنده فيس 2 ولا ماني شايف. خليني اركز بس. انا ضربه يا ولد. الولف 100% حيفك شيء، مستحيل يقعد كذا القتال. توقع دوره الحين لسه، ويسوي كم ضربه وبعدين يقلب. غريبة ما فك شيء والله. اها ما اقول لكم بيفك شيء، يعني بيفك شيء. بعد عنه بعد عنه. يبغالي ما اتهور مرة كمان، ترى عنده ثلج. نشرب ضربة. راوغ بس اركز اموري زينة. بس بس دور الثاني. ايوه دوره. اخاف يطلع كده يصيروا اقوى ولا شيء لما اقتل واحد فيهم او يرجعوا بعض. ايوه تعال. الولف خلاص على وشك يموت. والله يغش دعسني. اوه نو الحين دور الولف صح؟ لا لسه ترى يهجم سوا ولا ما اعرف. ترى وغا هي هنا بستخدم الامبر اذا احتاج. لا 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 تخبص لا تخبص الدنيا كذا. خرب الذيب. ضربت ابا هي اللي ينفع.
والله بهيل ما عرفت كيف اروغه. مرة اختناق ابدي يا عيال. ممكن اقتل الولف. طب خليني اقتله. خلاص قتلناه. نايس. اروان. يا رب بس يطلع زي ما قلت لكم انه ما يطلع فيه شيء يعني يقدر يستخدمه علي دحين يقتلني وان شوت ولا يرجع خويه. موت موت موت. اوه. ليت جو. ستي سيف. اي والله الحمد لله. سولف هاتينز كل. ليت جو. الحمد لله الحمد لله. سخنت. 18000 ريال يا لطيف. ريالاتهم كثير مرة. قتلت الدودة بالصحراء. ايوه يا خالد. المنطقة الثلجية برضو. خلاص بيجي لي بوس وبوس حرفيا. مو هنا. هنا من اول بونفاير اتوقع. وديع مع سكر زي هنتر مع توغاشي. هي ظهر يا اخي تجيني مشاكل ظهري كل ما اجي العبها. في دارك سولز 2 ما في ستان في دارك سولز 2. كم مرة مختم سكرو؟ ما ختمته ولا مرة ما اعرف اصلا هذه لعبة. هذه لعبة اصلا. في لعبة اسمها سكرو. ايش هذه لعبة؟ لعبة الميازاكي بالله. ليش ما بنزل فيديوهات سكرو؟ عشان ما بلعب سكرو بكل بساطة. انتوا ليه مستصعبين الموضوع؟ ماني فاهم يعني. لعبت سكرو وختمتها مع نفسي وخلاص. لعبها من 200 مليون سنة. طلع لعبة قديمة طلعت من زمان واخذت لعبة السنة ما قصرت وكثر خيرها وخلاص. هي حق تختيمة واحدة وحق التختيمات اللي انت تجيب التروفي. ما فيها سولز اصلا حرفيا. فيها فلوس كده فيها شكلنج كده وريمبرنس وخلاص. اي شي فوق شي فوق. الأميرة بونفاير. أحلى من الأميرة. كثر بونفاير. طيب شكله البوس حيكون مكان الأيفوري كينج. والله اداني واحدة. هيه الله يسترنا. هذول مرة قوي اللي هنا. مداني أنزل من فوق من هنا. أنزل كده وأمشي على طول. عديت البارير. Let's go. كان في علامة السمن. في بروفين دادي. مداهم يجوا ولا بيطنشوني؟ جاكسل شكرا على الفولو. خليني اروح لعالمه ساعده ضد البوس اللي عنده عشان افهم السالفة فاهمين وبعدين اجينا. وين اكمل بثوث؟ والله يا ابو هذا ما ادري. اما ايبر كينج نفسه God of Struggle كريمل. يا لطيف الشكل ذا. خلاص كل شيء مجمد اوريدي. مو لازم نجمد الابواب. يا لطيف على الشكل. والله مسكين. انا لما اتضارب معاه دحين حيرفعني. ايش ضربه زي مين؟ ضربه مغريب علي يا اخي. الوحوش اللي عندهم دعسات مره تقر. كسر باب. الو. لا هذا عكس نظامه. يجيب لنا المقرفين هذولا. انا خليني اطعن واقتله. دمه هنا قليل بس انا لما اتقاتل معاه حيعلن. انا عارف رادغون. اوكي رادغون. الله اشكرك على السن. ما يموت. ليش ما يموت؟ ايش بو؟ هي الفل عشان كذا ايزي. طيب ايش صار؟ ايش الضربات دي يا عمي؟ ايش فيه؟ قتل الواد. What the hell؟ ايش وضع ذا؟ يبغاله شيلد. هذا شكله يبغاله بري. يفزعوا العيال يفزعوا. والله ذي الضربة مهما تقولوا لي ما اتوقع حق اي واحد في الدرينج النقزة ذي. أحاول فجره قد ما أقدر وخلاص. نضربه بسرعة.
فجاع العيال ما يساعدوا مرة. ما بقي له شيء. قل لي مات خلاص. شوف صاروا أصدقائي هنا لما هو يحررهم بالفستو يصيروا أصدقائي. لسه 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 حقتله لسه. هاي 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 هاي. أنتوا قريتوا عن دراجون دوغما؟ أنا ترى ما قريت ولا شيء. الجزء الثاني يعني إيش حيكونوا زايدين؟ يخليني أشحن أرتو هنا ما حيخليني. ألعب معاه فريات طيب أفضل. بس لو نفس نظام رادقون لو سويت له فرح يعمل لي جراب اتاك. والله وورث مره اني اضربه بالضربه ذي. قهر اتفاهم معاه كده احنا لحالنا الوضع مزري شويه. قتلني صح؟ ما يتضاربوا هم سوا بس واحد هو اللي يجيبه كذا يتضارب معه. أنا ما فيه بشوف لو مداني. أي والله مو نفس رادقون مرة أسهل بكثير إنك تراوغه يعني. بس عشاني بعدت ضيعت فرص كثير إني أضربه. هلا 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 سوى ذا جاب رعد. ايش ذا يا عمي لص مفروض ينفجر على صاحبه يقتل لي هو مفروض. ما قتله ممكن هم يتقاتلوا سوا. ايه يتجنن خلاص هو كده مجنون. استغل الفرصة انهم موجودين قد ما اقدر وحاول اشحن له ارتوق. والله ضربه يوجع حار. هنا كانه ارتوريوس زي ما قلته. بدأت على مسكة اليد. كيف هي لنا؟ والله جالس يضرب الشباب. كيف اضرب انا كذا؟ حيوان لا تقتلني لا تقتلني برا. يا سلام يا سلام على الأرينا. خلاص خلاص فهمت كيف. عادي شوفوا شوفوا دراجون دوغما أنا أقول لكم حتطلع عليها أول ما تنزل موجة استياء كذا من كل الناس يحسبوا أنهم حيلعبوا بنفس الستايل طالع في التريلرات. وانت حتبدأ اللعبة حتكون مرة بطيئة ما حتكون كذا. وناس كثير حيتضايقوا من حكاية أنه ما في تنقل فيها في البداية ما في بس في البداية. هي كذا اللعبة نظام RPG. لا تتوقع انكم تلعبوا سولز مرة. انا لو اركز مدان اقتله بسرعة مرة بس اركز على فرصي انه متى اضربه. زي كده لما اوقف بعيد عنه مدان اضربه بالارتو فاهمين كده. اوقف عنه هذه المسافة تقريبا بس. وبرضه في نفس الوقت احاول اضرب ورا بعض عشان لا يروح الافكت حق سلاحي واخسر الكومبوات اللي ممكن اسويها. انا ممكن اشحن له ارتو ثاني صح؟ يب ضربت خفت. استن طيب. والله كان ودي في استن. حيوان لا والله انقذ سيده للابد. والله يقهر حيوان. انا بختفي. الله احنا جات حدي. شوفوا كذا احنا بدأنا الفيس الثاني امورنا زينه. ضربت خفت من الثاني يجيني يضربني من ورا. اصبر انا بشرب هنا.
خلاص 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 سيبني في حالي. وجع 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 وجع. بقي له ضربة حرفيا. فك الباب الثاني. خلاص فرصة. أوف. روحوا روحوا عليه. هو هو ما شاء الله دحين انتم شو والله ما اشوفكم هجوميين معاه زي كذا. يا ويلكم نزعل من بعض حرفيا. لا تقتل الواد. بضرب خويه لك. حاول تصد. لحي مرة بطيء. اوه يا ربي. خلاص هي اربعة بس ما في اكثر من كذا. بالله استن. اوف والله استن جميل جدا. كثر منه. انا حطيت شيء يزود لي شو اسمه، زود لي البويس حقي. هذي العيال يفزعوا بس شوية. بيقتل لي العيال ذا. ممكن اخليهم هم يضربوه. لا مرة ما يعتمد عليهم تصدقوا. خلينا نختفي. اوه شكرا اختفاء. اسم بيستنوا خلاص. جميل جدا. يب تعتمدوا عليهم لازم. خلاص الحين اقتله. جيجي ايزي. يتشقلب يسوي كل حركات قرد يا ولد. تخيل يقلبوا علي الحين. سول اوف جاد كريمل. ليتس جو. البونفاير حقته هنا. اتوقع ترجعني ورا بس. الحمد لله. ايزي ايزي. باقي بس واحد. لا ما تاخرت اساسا. الحمد لله الحمد لله. البث ما بيعلق والامور زينه. خلاص انا كذا اموري مره زينه. لو نزلت ثاني ايش يحصل؟ اموت. معي 25000 سول. عندي هذا اللي تخلينا ننتقل نجرب. شوف نفس نظام المود ولا لا. اذبح الاسد. والله باقي الاسد حرفيا. العيال موجودين واقفين. ما يسوي الا اشرار اشرار. خلاص بطلت يا اخي. الحين باقي الكانسر الابدي. اوه بدأنا نستخدمه. اول مره جينا سلاح اقدر استخدمه. يسوي ثلج. تحسه قوي ضد الاسد. بجرب. ماني خسران شيء يعني بصراحه. خلاص وين مطرقته؟ تايتان سكيل برضو. مشكله هذه الاسلحه اللي ما تتطور لي كويس. ستراجولرز ميس برضي. بي كيرفول. وينها؟ شكلها سريعة. لما فك المثلث حط. اوه اقلبها نار وثلج. يا تشوف لما تسوي الضغطة انك تمسكها بيدين تتحول بس ما تقدر تمسكها بيدين. والله فكرة مرة حلوة. والله الاسد مرة كريه بس عشان دمه كثير. الفيس الثاني بس يجلس يسبن يسبن. مرة كريه. حتى افكر ما اعمله لكون. والله هذه السالفة اني اضرب بيدي الثانية مشكلة. والله هو لو يتستن كمان حيكون شيء جدا جميل. تطفي بسرعة هذه. يحرقني. ضربني. ماني شايف شيء حرفيا. قاعد لي في زاوية غبي. اي اي مرة غبي. هنا بير من النار. الثلج ما فرق مرة صح؟ والله جالس أدغدغه مرة بالسلاح ذا أنا. بس ميزتي سريع مرة سريع. السلاح لو متطور أكثر شوية. جالس يرمي نيران. بلاش عند رجله. وحرفيا هنا قتالك معاه إنه لا في حركات معينة لا تضربه هو يسويها. يا ريت لو يتستن كمان. اتمنى.
حاولت اراوغ ما قدرت. حتى والله كريه هذا كله ما دخل فيستو. سلاح الثاني افضل، لو بسلاح الثاني كان قد دخلت الحين. هيلو طلع يتعور من النار عشانه نار، يتعمل له اوفرلود نار. في طريقة اقعد جوة وتوقع ما انضرب. بدأ فيستو، فيستو يصير نسر ويجي من النص هنا شوفوه يروح للتور. شايفين لما يروح للتور هناك يولع النار وش اسمه يرمي النيران هذيك فوق. تمام، بعدين يجي هو من النص يرمي علي نار حسب اخر فايت يعني معه، بس ويبدا الحين يهرب 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 ويطلق كذا حاجات وانفجارات، وكل انفجار يطلع وراه نيران زي كذا. شايفين 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 ما تقدر تضربه الا لما يضرب ضرب ميلي. هذا انفجار بعد عنه انفجار ويرمي نيران، بعدين انت وحظك. وهناك رمى نيران ثاني علي، وشوفوا نار بيرمي نيران ثالث علي الظاهر. اي شايفين مره كريه لا تشوت. هذا النار مره مشكله. ايش بيسوي ايش بيسوي؟ دمه كثير. مرة كلب حرفيا. اعطيه فصفص اعطيه بسكوت كأنه الثعلب الاحمر. لا لا الاسد اللي في الديل سي حق دارك سيلز ون لما يضربك براسه يعرف انه بيضربك براسه مرتين. والله عارف انا شوف هو المعرفة اتوقع شيء كلنا نتفق انه احنا كلنا عارفين، هو يجي للتطبيق. انت فاهم وقت التطبيق يعني زي اللي ذاكر الاختبار بس ما يعرف يحل الاسئلة، هو ذاكر بس ما يعرف يحل الاسئلة. سنرى كيف المود معاك؟ كويس والله حرفيا ترفع ضغط الانقود بسيدان. هذا اخر بوس المود حاليا. هاي 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 اخر مود، اخر بوس في المود بالنسبة لي انا يعني. احس انه مداني اضرب ضربة مرة حلوة لما يسوي الدوران ذاك، بس كيف اضبطها انه يدور علي وانا جنبه كذا انا ولاصق فيه زي كذا. زبطتها بس ما زبطتها للأسف. خلاص ما نطمع عجل. ايه صدقوني مداني عور مرة لو ضربته بالضربة الار2 حقتي. هاي هاي مفروض احترم نفسي. ايه مفروض احترم نفسي شوية. انا كمان انا بختفي نفسي ادخله فيس 2 ما باقي له شيء من دمه عشان لا يتعبني مره. فاهمين؟ اوكي ما حسوي لكون خلاص بطلت من لكون قهرني. مستحيل يا عمي مستحيل مستحيل. ايوه شوفوا 900 يا لطيف. ايوه هذا الدمج اللي ابغاه انا من اول، بس دمجني هو كمان تصدقوا. هنا نوقف جنبه كذا اشحله بوم يلا انقلع. لا عاد اشوفك تاني. لقينا طريقة نضربه بيها بس لازم نطبقها كويس في فيس 2 كمان، بس فيس 2 مستحيل يخليني اضرب الضربات دي. لعله وعسى يتستن فيس 1. مدير ساعتين وانا احاول معه. كلنا طولنا مع مدير اول مرة، اول مرة لعبنا ضده لو بدون قايد بالذات. ما انت عارف ايش جالس يسوي، جالس يطلق عليك ليزر وضعك مزري. المفروض ابدا من كذا، استخدمته عشان النار حتحرقني. الله ما ادري ربي سترني كيف. بس خلاص خلاص يا ولدي. ايوه بعيد بعيد عنك، انا مره بعيد عنك. ها ايش تبغى بعد اكثر من كذا؟ ما اعرف ايش بيسوي بنفجر. فين لوكون؟ هنا نقمه مره. لا تسوي لوك عليه هذا، استنى لين يخلص. انت لا تسوي ولا شيء، خليه هو يجي لين حدك زي كذا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. كمل خيري بس، كمل خيري. نبغى ضربة ثانية زي هذه اللي سويتها قبل شوية، وفي الأغلب حسويه هو بيسوي الانفجار حقه ذا.
انفجار. نفسي لو اقدر اسوي التو احاول. يا رب اقعد مختفي لان النار تروح. يا سلام جميلة جدا. بيضربني شوتجن. اي هذا شوتجن، انا مسميه شوتجن بس هو ما هو شوتجن. مرة قريب، مرة يقرب. هنا دحين يرمي النار بعدين يجي علي المفروض. انا اتوقع هم عاملينه كذا نظام اللي يرمي عليك كم ابيليتي وبعدين يجي يتضارب معك، بس ما اعرف كم ابيليتي هي بالضبط. يعني هنا المفروض يجي. الله ما جاء شوتجن. مستحيل مستحيل. شوفوا كم لي اهرب، لازم استنى حرفيا، بس استنى هو يجيني. خلاص اضرب ضربه ونرضى بضربه واحده، ما عندي مشكله مع ضربه واحده. خلاص راحت علي. لا اطمع. وينه؟ ايش بوقف؟ فجاني خويف. هي انفجر بعيد عني دقيقه. هي 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 هي. الله كاميرا زككيه مره معاه. خلاص خلاص خلاص. الله مره مره كريه. ما عندي مشكله، حطول الفايت قد ما اقدر، مع انه مو في مصلحتي والله. هذه الضربه المشكله يستخدمها وراها على طول يراوغ، ما ينفع اضربه فيها. احتاج يسوي الانفجار او يسوي كذا. قطع ذيله. الو لا تقول لي استخدم ضربات جديده. والله مسكين، والله ذيله كان شيء يساعدني انا يعني، ما كان الحين بدون ذيله كيف اضربه؟ هي اللي سيأذيني. يا ربي استخدم الضربة العادية هذه. يا ربي استخدم الانفجار. شبو علق انفجار. فكرة من الانفجار اني اقدر اضربه، بس هذه هي حرفيا ماني ملاقي مكان اضربه غير ضربتين. وين ايش بيسوي؟ انفجار ثاني، من انفجار لانفجار حرفيا. استمنى بس لا تخلص. انا ما اعرف انا مصعب القتال على نفسي ولا ايش السالفه. انه كريه، هو كريه كريه، ما فيها ما فيها جدل يعني. ضربتين بالراس. لا انفجار. الحمد لله الحمد لله، كثر خيرك. جليت ضربه والله، حرام مرة حرامات. نهرب. انفجار. ما ينفع أكون مرة بعيد عنه عشان مو في صالحي، في نفس الوقت ما ينفع أكون قريب منه مرة برضو في نفس الوقت. يعني كل شيء ما ينفع. هذه 200 نار. تعتني مو مشكلة. أتحمل عواقب هذه الشوت إن شاء الله بإذن الله. نيران هنا. احتاج هيل في اقرب فرصة يعني. ممكن هنا. فجرني. بس الهيل زبط مرة. الحمد لله. والله هيل مرة جيد كان. يلعن ابو الرن اتاك. الرن اتاك عدمني. لو مد حين انا حمار. لا تقول لي حيستخدم ضربات جديدة. والله الرن اتاك مره عدمني يا عيال، خفت الحين. رن رن رن. كرون ايش بيسوي هنا؟ ضربة عادية المفروض يجيني الحين. ما عنده ذيل. ابو الرن اتاك. موت 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 موت. لا ليت جو. اختنق. الحمد لله الحمد لله. جي جي خلص المود. ليت جو.
يا اخي يا اخي ليه ليه ما اقتل البسات بشكل طبيعي ليه؟ كان البث طول 10 ساعات زياده دحين في هذا المكان. ليتس جو انجي جي حقتك طلعت بالصوت كان واطي. بعد معاناه ترى كم دقيقه والله طول مره رقبتي وجعتني. يسعد قلبكم والله حيوان البص صح والله مره مره حيوان يا اخي والله بالله البص مو مره حيوان سيء. اعطاني فيرويل سكرول هنا اعطيها للتعلمنا. ثانك يو فور بلاينج فور ا بارتنج جيفت. يقول لك ارجع للبونفاير في البدايه عشان تجيني هديه. اشوف الكريدت. يلا بسم الله. هي هيجينا كاتسين. بس كده مدات بلاد بورن. ما في مدات لبلاد بورن. ما في حل. احرق سوني فور كامل عشان العب مدات. خليه ينزل على شو اسمه بي سي وان شاء الله خير. سوي تخزينه جديد. اي خلينا نرجع نقتله البوس هذاك في البدايه. سريع سريع. اميزنج والله مود جميل جدا. مود جميل جدا جدا جدا. يبغى له شويه بالانس بس بصراحه البالانس انا ما اشوفه ايشو اللي ارتو هنا. القم اللي ارتو هنا. اللي كذا يسوي والله ما ادري ايش جالس يسوي. ما مت بعد عنه اقول لك. لهذا السبب حضرتها مورو. شكرا فولو. الا عن شكل الشيطان فجرني قهر ما يعطوني شيء. السول حقته. تاخذ السول حقته دقيقه. هذه زياده. قهر لازم تموت. يا اخي المد يقهر والله. عامل حركتين هذا وعند البوس الثاني ذاك كمان اللي كانه النينجا. بردي بي كيرفول. والله تسوي الهمر حقه. خلاص هو سلاحكم اللي تبدأوا بيه يا شباب. لو تبوا تبدأوا بسلاح ناري كويس حيكون هذا هو. تهزموا الديمون وتبدأوا المود. والله شكله مرة قوي كمان. يحتاج فلوس بس دبروا فلوس انتوا عاد. والله بويز جميل جدا المود ما شاء الله. خلوني اعمل اوترو اليوتيوب. هذه اليوتيوب بس انا حكمل بث. طيب بس بويز يعطيكم الف عافية. اتمنى المود عجبكم. تقييمي للمود 9/10. جميل جدا صعب جدا. يبغى له طريق معين تمشي فيه عشان تعرف تتقاتل مع البوسات. متطلب منك مرات انك حتى تسوي بيري وتسوي حركات زياده. طيب فالعبوه على العبوه انتم متوقعين صعوبه قصوى. طيب بالذات انه ديمو في حاجات كثير ناقصه. اتوقع تتزبط لما ينزل المود كامل. منالكم يوم سعيد. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. واحب اقول لكم مع السلامه.